مسألة تضع بعد مسألة مهمة. الشيخ عبد الشيخ محمد المختار يسأل في سؤال في من الأم تأمر بنياتها بقطيعة القرابة، قال هنا لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن برك بأمك أنك تصل الرحم ولو من خلف ظهر أمك، ما في داعي أنك تعلمها حتى لا تغضبها، لكن لا تقطع الرحم. هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أبوك قال لك ولا أمك قالت لك اقطع الرحم، قل يا قل تبشر بالخير يا أبي أبشر، وأنت قم بماذا؟ بوصلها. برا بمن؟ برا بأبيك أيضا، هذا بر للأب وأنت لا تدري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم قال إن لما جاء رجل بني سلمة وقال له إن أبي قد مات أو أبوي مات، فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فكيف أنك أنت تقطع؟ والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمموا أعمى أبصارهم. مهما فعل، والرجل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لي قرابة أحلم عليهم يجهلون علي، أصلهم يقطعوني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أقطعهم؟ النبي قال لا، ما تقطعهم، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم، وإن كنت كما تقول كمن يسفه المل، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم. مهما حدث الرحم لا تقطع يا أخواني، مهما حدث الله يرضى عليكم، شجنة من الرحمن، يعني قطعة من الرحمن. ولذلك الله عز وجل شق لها اسما من إيش؟ من اسمه تبارك وتعالى، هذه الرحم وهذا الرحمن تبارك وتعالى لعظم أمرها. من حديث أسماء في الصحيح قال إن أمي أتتني وهي راغبة وهي كافرة، يعني راغبة في الصلة وهي كافرة، أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك وهي كافرة، وهي كافرة. النبي يقول لها أصلي أمك. نعم.